الجزائرية منايو شاشية تمبر، الجزائرية منايو شاشية تمبر، أفريقيا منايو شاشية تمبر، مغربي منايو شاشية تمبر. إيه والله ربي مالي مالي من دون الناس، واحد في ملكو هاني وانا بيت عساس. طليت على مكناس يا تما شيخي القاني، طليت على صرون يا تما شيخي مدفوني. السوداني منايو شاشية تمبر، أفريقيا منايو شاشية تمبر، جناوة منايو شاشية تمبر، ولا مسيغي منايو شاشية تمبر. ورواح معايا نزهاو اليوم، والقلب يفاجي والفرحة تدوم. ما تخمم في اللي فات، ما تخمم في اللي جاي، عيش معانا وضحك طول الحياة. ما بين حبابي والحفلة حلات، يا السوداني منايو شاشية تمبر، أفريقيا منايو شاشية تمبر، مغربي منايو شاشية تمبر، وجزائري منايو شاشية تمبر. مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص بمناسبة نهاية 2018 وبداية عام جديد إن شاء الله 2019. كالعادة فريق قناة اليوم، ما نقولش فريق الجزائرية شو، ولكن فريق قناة الجزائرية وان اللي توحد كامل باش يجيبوا لكم ضيوف في القمة أكيد في قناة الجزائرية وان، وحتى في القنوات الخاصة ولا العامة راهم حاضرين معنا. إذا ما تروحوش بعيد، فاصل ونواصل في قناة وحدة، قناة الجزائرية وان، قناة كل الجزائريين. نرحب بكم أنتم مشاهدينا، وكذا أرحب بضيوفي الكرام اليوم، ضيوف في القمة. نرحب كذلك بالجمهور له اليوم أنيق وشباب. إذن مشاهدينا، قلنا أنه فريق الجزائرية وان كامل، يعني اليوم تحد كامل باش يجيبوا لكم ضيوف في القمة، إما يخدموا في قناة الجزائرية وان اللي أكيد ولفتوهم، وكذلك اللي كانوا فنانات ولا ممثلات في قنوات أخرى عامة ولا خاصة، راحين يكونوا معنا طيلة هاد السهرة. فإن شاء الله نكونوا خفاف الظل معاكم، فوالا نجوزوا خفاف. فيزياء إن شاء الله، مرحبا بك فيزياء. فيزياء بنت الدار. باوية، مرحبا بك في دار. الله يسلمك، مسا الخير عليكم، مرحبا بك أنيسة، مرحبا بالضيوف ديالنا إن شاء الله، وإن شاء الله العام 2019 إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إذا الفنانة كذلك سيلينا راهي حاضرة معنا، فنشكروك على قبولك دعوتنا. مسا الخير عليكم، افيك ان غران بليزير جو مو غوتروف اليوم معكم، وإن شاء الله كيما قالت فوزية لاني 2019 تدخل علينا بالخير والهنا ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا على قبولك دعوتنا. عبدو القناوي مرحبا بك. عليكم ميرسي، استرحبتك. شكرا على قبولك دعوتنا. اكيد لويزا نهار اللي كل ما يعني نتصلوا بها من الفنانات اللي بقات تخي موديست، شكرا على قبولك دعوتنا. كل مشاهدين قناة الجزائرية، وكما قالت فيزياء إن شاء الله هذا العام يجينا بالصحة ولهنا يا ربي. إن شاء الله أكيد، وهذا ما نتمناه للجزائر كامل. إذا نرحب كذلك بالممثلة الأنيقة نسرين سرغيني، راهي حاضرة معنا اليوم كذلك. ميرسي بوكو أنيسة، ميرسي بوكو الجزائرية. لا شكرا على واجب.
فوالا وان شاء الله كما قالت فيزياء وقالت الفيزا ان شاء الله يدخل علينا بربح هذا العام ان شاء الله وهذا ما نتمناه. اذا الانامل من ذهب صديقي والمصمم الجزائري بامتياز كريم اكخوف راهو حضر معنا اليوم في هذا العدد الخاص. شكرا لكم ونشكر طاقم الجزائرية الاستضافة هذه وإن شاء الله عام مربوح عليكم وعلى كل الجمهور إن شاء الله الجزائري. أكيد كريم أكخوف ما جيتش يديك فارغين. وي أكيد ملابس أنيسة من عند بوتي باري لكريم أكخوف وأكيد من بعد لما نتحدث معاك على 2018 راح نشوفوا الصور تاع 2018 اللي كانت حافلة باللي ديفيلي في الجزائر وخارج الجزائر. إذا فيزياء كيفاش 2018 في كلمة في جملة كما حبيتي ليك الكلمة. بون 2018 أنيسة كما كل عام فيه دي وي دي با. نعم. فيه الحاجة المليحة وفيه الحاجة اللي ماشي مليحة لازم نتقبلوها، هذه سنة الحياة. وإن شاء الله هنا نتمنى من 2019 إن شاء الله يكون علينا حافل يكون يدخل علينا بالخير والصحة وبوكو دو بروجي، حنا نسحقوا لي بروجي. نعم. هذاك واش نسحقوا حنايا. نعم. بوكو دو بروجي وان شاء الله على الامه الاسلاميه كامل ان شاء الله الصحه ولهنا ان شاء الله ان شاء الله. اذا الفنانه سيلينا اللي قلنا ما طليتيش علينا يعني ديناك اليوم بالسيف نهايه 2018 وبدايه 2019. سيلينا لماذا هذا الغياب؟ هل سيلينا هي اللي ما تحبش تروح في البلاطوهات ولا تقول لك انا نخدم وخلي الخدمه هي اللي تهدر؟ نو سي فري سي بور لا بروميير فوا اللي نحدث معكم سا ما في ان غران بليزير ان شاء الله ما تكونش الاخيره فقط ان شاء الله. مي سي فري انا غبت على الساحه الفنيه جو في بلو دالبوم اي تو مي يعني ندير بون جانيم لي مارياج ندوز الاعراس نقولوا انه مزيه كاين الاعراس للفنان الجزائري فهذا هو اللي راح يسلكوا الاعراس برك الالبوم سي فري جي ريان في مي جو برومي بور مون بوبليك 2019 ان شاء الله عندي البوم راح يخرج في 2019 ان شاء الله ان شاء الله. سيلينا تزوجوا بزاف الناس في 2018 تزوجوا بزاف ومازال يتزوجوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ندخل عليهم غير بربح حنا ثاني الله يدوم الفرح ان شاء الله. اذا عبدو كيفاش كان 2018 في كلمه في جمله؟ كلمه ما نقدرش كلمه ما نقدرش في جمله ما تلخصليش 2018 قول لي هكذا غوسو مودو كيفاه كان باغابور ما كارييغ جاز بيان مي 2019 ان شاء الله حيكون خير باسكو راح نخرج البوم تاعي راح يكون بزاف ان شاء الله. بصح في 2018 سنه وتقطع شعرك دوكا واحد عندهم قسم قطعوه راح حرميه دوك نعيطوا لهم من الفوق يجوا يقطعوا لك شعرك هكذا تبدا 2019 لا لا شويه برك هذا ما كان هذيك في عاشوره ديرها ماشي دوكا نخلي سبيسيال جزائريه عبدو قل لي عبدو القناوي لانه تنشط في الطابع القناوي ولكن قالوا لي ما على باليش لا صح في الكواليس قالوا لي انيسه قولي له راح يبدل اسمه صحيح؟ كيف راح نبدل اسمي وي مع الالبوم وي واش تولي؟ جفي فيغ عبدول عبدول افيك ان او برك الال سي القناوي عبدول القناوي وعلاه بصح هذا التغيير باسكو في الالبوم تاعي ما كاش غير قناوه اذا راك راح تمس طبوع اخرى وي راح نمس بزاف افرو تراب بالك ديتو شراي كذا شويه وي بصح وعلاش بدلت الطابع حتى ولو احنا كي نشوفوا عبدو يعني حتى في المظهر ديالك ولا توناسيون تاع لا فوا ديالك نحسوك انه اقرب للقناوه فعلاش راك راح تغير لو ستيل بان انا جي بديت بالقناوه جو لا بلاتفورم كاع قناوه ومن بعد مع الوقت زدت ديفلوبيت شويه في الموسيقى زدت قريت موسيقى هكذا لقيت باللي نقدر نغني طابع واحد اخر ولا شفت انه لا كونكورونس راهي في الطبوع الاخرى نو سي با سا نو ميم في الاخر راح البوم يكون اكوستيك وكاع تما ما كاش كونكورونس لا عبدو تري سيغ دو توا وي مليح بصح تفكرنا بزاف في جام سي ان تروك خلاص بزاف بزاف صادق كي نشوفوك سي جام راهو قدامنا سي فري هذا اللي صالحك ولا جو سي با جات هكذاك باسكو بالك باسكو بديت انا نغني جميل بديت نغني جموي افريكا هكذا ان مومون ولينا نلعبوا كيف كيف ولينا نغنوا كيف كيف كذا بزاف ملت بزاف واي سي فري مي في الالبوم تاعي حتشوف في حاجه كاع جديده جرب سي بيان ما نخلولكش حنا واش يهضروا ما نخلو والو في قلب الضيوف تاعنا رابح جيب لي المقص
ايا انت قلت لي في خاطر الجزائريه وانا ندير صح طايقم شويه صح كيما حبيت احنا حبينا يكون ما يقص ما يقطعش لا 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 اسمح لي يا عبدو شعرك اللي حرش شعرك اللي حرش ماشي كاستيون شعري ولا غران مقصر القصد عنده 20 سنه يا اخوات معليش محاوله فاشله ولكن كنت حصح تقطعوا فمشكور على المجهود عبدو اذا لويزا نهار لويزا قلت لك من بين الممثلات اللي يعني كان لها ادوار ولكن قعدت يعني تخي موديست حتى كي نشوفوك في بعض المواعيد خارج لي بلاطو تخي موديست ولما يعيطوا لها ما تقولكش انا عندي مواعيد حتى ولو الفنانين كامل عندهم مواعيد ولكن لويزا نهار كل يوم فتواضع مليح قولي لنا لويزا نهار عاودي ذكري مشاهدينا وين اهم المحطات اللي شافوك فيها في 2018 اهم المحطات اللي شافوني في 2018 يعني الاعمال اللي قمتهم اللي قمتي بهم هذا العام كان عندي عمل واحد برك اللي هو الفيرما اللي جازت على قناه خاصه نعم دونك احنا ما عندناش بروتوكول القنوات تقدري تقولي في القنوات معروفين على قناه الشروق جازت الفيرما للمخرج مصطفى حجاج اللي نحيوه فوالا دونك سيتي لو سول برودوي فيو كو كاع نبداو على فوا دونك ما قدرتش ندير اعمال اخرى فوالا وفي المسرح لانه لويزا نهار يعني تمس المسرح كذلك كان ليك لازم يكون المسرح هذا العام نو هذا جي با اونكور 2018 مازال ما درتش مسرح مي سي دون مي بروجي ان شاء الله لويزا نهار نقولوا بركه والله غير رانا تري سبونتاني لويزا نهار قطعت شعرها كمان هذه هي الحاجه تاع 2018 في عمري ما يعني مقصيت شعري من ملي كنت يعني صغيره وشعري طويل مي هذا العام درت الكوراج ونحيت قولي لي لويزا بكيتي ولا ما بكيتيش والله غير بكيت والله غير بكيت وقلت لها الحفافه ما كوافيز ناديه اللي نسلم عليها قلت نحي لي غير شويه هي شمختوا لي وكاع حكمت المقص قالت له هكا طليت لقيت هاك قلت لها دوك تلصقيه لي لا لا جميله وانيقه يعني هكذا باش يعاود ينوض شباب اذا نسرين مرحبا بك مره اخرى يعني كان في كل مره كنت حابه نعرضك في برنامج الجزائريه شو ولكن ما كانش عندنا الحظ تكوني حاضره معنا في اليوم عدد خاص ولكن ان شاء الله نضربوا موعد لبرنامج الجزائريه شو اذا نسرين كنت بطله النار البارده اللي كان يبث على قناه الارضيه في الشهر الفضيل كيفاش الان كي تعيشي صدى هذا المسلسل والله العظيم اني نعيش بصدى ايجابي والله العظيم ما كاش يعني الانتقادات كامل كانت ايجابيه الحمد لله صافي بليزير هذا هو الفنان يعني واش هذا هو الشهره ما نسحقوش الشهره لكن هذا هو الكنز صح خلاص كي يتقبلك الجمهور ويتقبلوك الناس عندهم ديجا في الدار هذا هو النجاح الكبير وهذا هو ثمار نجاح نحسوها لما تخرجي برا ويقولوا لك شفناك وحبيناك تقبل الجمهور وتقبلهم ليك هذاك هو كيفاش الاستنتاج تاعك تاع 2018 نسرين بصفه عامه بصفه عامه في المستوى الشخصي المهني عرفنا مستوى شخصي والله العظيم مش نقول لك انيسه تجوزنا سنه 2018 بحلوها وبمرها يعني اوني توبليجي نقبلوها وان شاء الله هذا العام راح يكون هذيك محطه وفاتت ان شاء الله هذا العام راح يدخل علينا بالربح ان شاء الله وان شاء الله السلم والسلام في الامه العربيه كامل ان شاء الله ان شاء الله نسرين يعني قولي لي عندك علاقه خاصه مع فيزياء لو كان تقولي لي لانه فيزياء جبتها في برنامج الجزائريه شو ولي فان تاعها هبلوني فعصرتها مسكينه فيزياء لما جات فحبيت نطرح لك سؤال علاقتك مع فيزياء جد طيبه مع فيزياء وي كان عندنا بروجي خدمنا انا ونسرين بروجي كان الفيزياء كان معايا كنا لعبنا الخواتات لعبنا الخواتات وبوان وين كانوا يقولوا لنا ولا انتم خيات نتاع الخيات نعم ربما في بالك الملامح كانوا نتشابهوا شويه وكانا نتفاهموا بزاف يعني تعرفتوا في نو تعرفنا نو قبل تعرفنا اون دو
ومن بعد يعني جمعتنا الصدف وخدمنا كيف كيف انا وفيزياء. نعم. ومن وي خدمنا تما وزدنا خدمنا في فيلم سينما وسينما فوالا سي دوبي خلاص. نعم. ما لقيناش في اعمال. نسرين وفيزياء تقدري تدخلي ولكن سي فغي كو لعبتوا قالوا لكم خيات ولكن عندهم عندكم لو ميم بروفيل اون فادير. وي. يعني تتشابهوا كثير في هكذا في الكاريزما في حتى في الاعمال ديالكم يعني تتشابهوا كثير. يقولوها لكم ولا وي سي فري لي دوز الجيرواز نسرين كاين منافسه ولا انت وفيزياء انا من جهتي والله ما كاش منافسه انا نفرح الفيزياء كي نشوف النجاح تاعها شوفي انيسه نجاح كل فنانه جزائريه هو نجاح نسرين سرغيني نعم انا كل وحده ماشي لازم انا نشارك بعمل انا كي نشوف عمل ناجح وفيه فيزياء ولا فيه لويزا نهار ولا صحيح. هو ناجح هو نجاح ليا وهو لي. حتى لما نديروا حاجه وتنجح والمشاهدين ما يروحوش لقنوات عربيه اخرى بيان سور هو هذاك نجاح كل هذا هو النجاح الكبير بيان سور اكيد صحيح. يعني في لازم يكون التواصل والاستمراريه بيناتنا حنايا صحيح في الفن والاعلام يعني قليل لما نحافظوا على المنافسه الايجابيه فكي يعني تكون لا المنافسه واجبه لانه ما لازمش حنايا لانها لا. هي اللي تولد النجاح صحيح لو ما كانت هو. المنافسه يعني احنا اون با افونسي صح كليغ بصح هذيك المنافسه الايجابيه الايجابيه لما في كل مره نحلو قوس الايجابيه لان المنافسه الهدامه ما نسحقوهاش كممثلات كاعلاميات كصحفيات فالمنافسه الايجابيه هي الاصح شكرا نسرين على الصراحه تاعك كريم اكخوف كريم اكخوف في كل مره لما نعرضك في البرامج تاع الجزائريه وان كريم اكخوف نقولوا انه رانا خايفين كريم اكخوف يضيع منا من الجزائر لماذا لانه لما نشوفوا لي ديفيلي ديالك بباريس وهي عاصمه الموضه بامتياز لما نشوفوك في القاهره لما نشوفوك تلبس يعني ممثله عربيه وهي تالمو فرحانه بهذيك لا توني قعدت غير في انستغرام تصور فيها وتصور في روحها نغيرو هذه هي كريم فكريم انا خايفين يضيع من بين يدينا لا والله ما قولي انيسه خليني نخدم وخلينا من الهضره هذه لا والله والو انا نقول دائما ميم كي كريم مكروف يدير في العالم يعني هذا العام 2018 كنت يعني الله يبارك ربحت عليها عملت با مال دو بيي في نعم العالم نعم راح نشوف الصور العربية في هذا مثلا في مصر غير كيما نعم. هذه ديري دور لكارمونيك نعم هذه مؤخرا مؤخرا داروا 12 رجال L'homme de l'année. Et j'ai été parmi les 12 hommes de l'année qui ont marqué l'année 2018. Non. Que Meltbihar. Déjà d'ara, il y a un sultan الجزائريين مي انا ممكن ندير العالم هو الهدف تاعي هو المراه الجزائريه هي اللي كلش وهي اللي بها اللي طلعت وبها اللي راني واش راني دونك هذه نصفق عليها كريم كريم وشنو هما البلدان خارج الجزائر اللي درت فيهم لي ديفيلي وشاركت بالك في لي ديفيلي هما عرضوك هاد في سنه 2018 2018 يعني والله الله يبارك اظن هو من اظن احسن عام 17 و18 كريم مكروف ولا معروف عالميا في الجزائر وعالميا يعني ذوك في البلدان العربيه كي تقولي كريم مكروف معروف بصح يعني كان عامل مور هذا يعني تعبت بزاف كما كنت نقولها جي بوكو فواياجي وكي تفواياجي تعاودي تولي لازم تسمي ولازم دائما الاختراع ولازم دائما لا كرياسيون الجمهور اللي يحبك باش يتبعك وكل اي دونك جي في با مال دو ديفيلي دونك با مال دو كرياسيون يا توت ان ترافاي من لور مي والله يعني نحمد ربي وفريمون سيتي ان بليزير وكيما شفتوا ريسامون عندها واحد شهر شهر ونص كنت في باريس في فندق جورج سانك نعم مع المنظمين الكابتون دو ماروك وين عملت ضجه كبيره في 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 فرنسا في اوروبا وحنا كيقولوا لنا كريم راح يمثل الجزائر ما نخافوش لا والله عادت عندي ثقه النفس وهذه نعم هي مهمه وهذا شيء مهم وكي يكون المصمم يلحق درجه وين يثق في التصاميم تاعو بعد كل شيء يجي سهل وبصير نورمال بربي سبحانه هو اللي كلش و يعني هذه المره عاودت جي فيزيتي القفطان نعم. القفطان الجزائري اللي كنت مع خاوتنا المغاربه دونك جافي بور دو لو رياكسيون وقلت لهم بلي القفطان الجزائري ماشي قلت والله العظيم غير نحييهم ايزون تري تري بيان يافي با مال دو كرياتور ماروكان كنت منهم وقالوا لي نحيوك تقبلوا الفكره تقبلوها تقبلوا الفكره بدون مشكله برافو ماذا واش كنا نستناو حنايا تقبلوا
عملته برك بتصاميم، يعني خذيت من التراث الجزائري تاعنا القفطان اللي هو غني، وكل مره تجيني الاسبيراسيون. هذه المره جاني على القفطان، المره اللي فات جاني على القندوره اللي دارت نجاح كبيره، وكل مره والعام الجاي نشوفوا ان شاء الله حاجه جديده. وكيري ماكروف المصممين فهموا، وحتى الفنانين فهموا انه لازم كل حاجه تراث جزائري لازم ريفيزيتي، لازم لا توش مودرن، لانه رانا داخلين في 2019 وفحتى تراديسيونيل سي بو مي لا توش هذيك تاع العصر. الجمهور اللي والناس اللي تجيني على جال لا بتيت توش ارتستيك، لو كان ديروا كما يديروا كاع الناس سا سيغا ريان. يفوت دائما واحد يخمم ويدير يبدع ويدير حاجه شابه. نعم فيزياء، انت لما يعرضوك تراديسيونيل مودرن؟ تراديسيونيل انا جام بوكو لو تراديسيونيل، ما نكذبش عليك نحب لو تراديسيونيل سورتو في الاعياد. مازال كريم ما لبسنيش ان شاء الله. هاي ليك مازال انا كريم مازال ما لبسنيش. سي بيزار با وي، مي مادا بيا ان شاء الله ان شاء الله. بصح لبس بناتك في الخاوه. ايه لبسهم لبسهم فوالا. سي ديجا با مال. سيلينا تحبي زي التقليدي ولا مودرن؟ اكيد التقليدي. وي جو بريفير التقليدي دو مومون كو اون بيس بلوس لا توني كابيل، دو مومون كو جو شونت لا شانسون كابيل. نحب تقليدي، نحب الكراكو، نحب كامل التراث تاعنا القاط، نحب واليوم شكون لبسك؟ هذه سي اون سور اختي هي اللي صمت لي هاد لا توني، عندها بوتيتر دو زون كان ما في فيش القفطان هابط تري بيان تريك فوالا افيك دي زيكزاك كابيل تري بيان برافو سي تري بو. لويزا ما فتلبسي مع عند كريم مكروف؟ وي جي يو لا شونس كريم مكروف لبسني بكراكو. سي مهرجان ماشي مهرجان، كانت بون اون ايميسيون بور الجزائريه الريام، دونك فوالا سيتي ان اونور بو موا فوالا، دونك لبست الكراكو فرحت تصورت به. دونك وانا بوكو بلوس جو سوي بوكو بلوس تراديسيونيل في ليزيميسيون. اليوم ما عرفتش كيفاش جيت اليوم نهايه السنه وبدايه عام جديد، حبينا نكونوا شويه مودرن كو تراديسيونيل. بوكو بلوس تراديسيونيل كو مودرن اكيد. نسرين كريم مكروف نعم ام لا؟ كريم مكروف هذاك بليزيغ كنا نحكيو. كريم مكروف لبست له انا كي كنت عارضه ازياء. محظوظه جدا قبل ما تعرفوه انتم كامل في التلفزيون كامل. انا لبست له جي ديفيلي بور لوي، بصح دوق اوتون كوميديان اوتون نسرين سرغيني الفنانه مازال ما لبست له. ان شاء الله كنا ان شاء الله يا ربي. يو بليس كريم يفرح كي تكون عندهم لاطا يعيطوا له لك. كريم كنت في المهرجان تاع وهران وتلاقيت به. ما اللي تعرفنا مهرجان السينما؟ فوالا مهرجان السينما العالمي فوالا نتاع وهران. ومن بعد هو يلافي بوكو توني مي انا كنت مازال ما شفتوش جوغي ايمي، مي ومن بعد شفت لي ليبانيز وكامل لابسين الاكروف حكمت قلت له روح. بيان سور لازم جوغي ايمي ريبريزونتي فوالا. مهرجان السينما عطاو لي لبست الفنانات العربيه ليكسوزيفيتي ليا. نعم كريم اعطي لي باختصار شكون هما الفنانات ماشي الجزائريات اللي لبسهم كريم اكروف؟ مثلا في مصر كان لي شرف ريسامون في فاشن وورد كيرو اللي قدمت البرنامج هي رشا سليمان اللي راجلها مخرج كبير اللي دار الفيلم تاع عمر شريف وهي من اكبر صحفيات في مصر. دونك حصل لي الشرف لبستها وعملت ضجه في الصحافه في البلد العربيه ومصر. ليلي قاسم ثاني هي ممثله كبيره في مصر. لبست بزاف الفنانين كما قالت لك سيرين في مهرجان السينما لبست واسمها لا ليبانيز تقلى شمعون. تقلى شمعون اللي عملت ضجه كبيره. لبست القويط قويط جاها يهبل في لو تابي روج. شكون ثاني؟ ميم لي تونيزيان وي وي كوميديا واسمها هذيك شكرا مرتضى. شكرا مرتضى اللي لبستها في والله الحمد لله عام 2018 يعني. وانسه محظوظه اليوم لانها هي كرياسيون بوتي باري. وحبيت كريم فقط نحييو كامل الناس اللي شادين لي بوتيك تاع كريم اكروف وكامل لي زاسيستونت لانهم تري سامبا ويعني يستقبلونا احسن استقبال، فنحييهم من هذا المنبر والمزيد من النجاحات. قبل ما نخلو الفنانه سيلينا تروح تغني لنا حاجه، عبدو هل مهتم بالتوسكي انستغرام يعني مواقع التواصل الاجتماعي؟ حبيت لانه انا حابه نشوف الممثلات تاعنا اليوم اسكو راهم مهتمين كثير. هذيك تاع راني نط راني رحت راني عملت راني درت راني، هل عبدو من هذا النوع؟ لا 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 ديرنيرمون ديرنيرمون برك وليت انستغرام كذا زعما جي ان كونسيغ في بلاصه فلانيه هكذا. هذا ما كان وهذا ما كان يعني يبان طون زون طون. وي نعم. الفنانه سيلينا هل مهتمه بانستغرام؟ با دو تو. هي ليسونسيال كاين عرس.
تليفون خلاص هذاك هو الصح. فيزياء انا فيزياء لو بروبليم سي كو انستغرام نلقاو لي فان دو فيزياء يبارطاج لي فوتو على بوكو باج دو فان سي فري اكثر من فيزياء. بون لا 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 باج انستغرام ديالي ما عنديش بزاف اللي حليتها ان 2017 اها كيفي وبصح لي بيرسون كي سوكوب سي مي فان هما اللي هم دايرين لي باج انستغرام وهما دايرين كلش خاطيك انت حتى ولو انستغرام ديالك جديد ولكن عندك اكثر من 150 الف يتبعوك فيزياء وي صح ما تكثريش راني نوت راني راح راني عملت دي فوا لي فوتو انيسا دي فوا لي فوتو كيكونوا عندهم لي فوتو جو مدوموند وين يجيبوهم انا ما عنديش قول لهم تنبعث لهم قول لهم حقا وين جبتوا هاد لي فوتو يقول لي ما تحسيش تفهمي بس حنا جبناهم صحيح صحيح. لويزا باختصار نعم ام لا جو سي با ترو انستغرام تو كي نحط حاجه في انستغرام ولا فيسبوك سي فريمون سي ان نوفو بروجي ولا حصه جديده جست فيها سينما نوت تروحت نو هذيك نو. نسرين مهتمه صافي ان موا ملي حليت انستغرام سي على دو موند تاع العادي نتاع البوبليك وشكون اللي راهي تجيري في الانستغرام تاعي سي مانياس ماريا اي بخير علي ماريا نحيي وكلتينا في انستغرام ديال نسرين تري بيان فوالا يفول دير. كريم اكيد كريم شيء اخر لانه لازم يبين لك كرياسيون لازم يبين لي ديفيلي اللي يديرهم ولكن حتى ماشي يعني ماشي هذوك اللي يكثروا يعني كونت يفو كاين انستغرام. انا عندي مينياس اللي نحييهم بالمناسبه هما اللي يهتموا بال نعم يهتموا عندي زوج اللي يهتموا باسكو فيها شغل كبير لي ريزو سوسيو سي هذا ما نقدرش نتعب ويجوني بزاف لي ميساج دي ميلي دو ميساج جاريف با ريبوند ا تول موند دونك نقول للناس يسامحوني هما مهتمين بالانستغرام ماشي باسكو تكبر ولا الشغل دي فوا ما يكفيش الوقت مي عندي مينياس هما اللي يلتهوا بهذا ليسونسيال يكون تواصل مع الجمهور. الفنانه سيلينا وشنو راح نسمعوا الان؟ اون شونسون دو فيت فيها تقدام تاع الحنا تاع العروسه. اي با تخي بيان احنا رانا في حفله فالمليح فالمليح ان شاء الله نستقبلوا 2019 بالهنا والصحه. تفضلي معنا سيغ سان تحت الثقات الجمهور.
إذا مشاهدينا كما قلنا لكم أنه قناة الجزائرية وان قناة كل الجزائريين وأكيد كل الطبوع راح تكون حاضرة معنا طيلة السهرة. إذا كما قلت في البداية أنه عدة ضيوف حين يكونوا معنا طيلة السهرة فنودع الضيوف اللي راهم الآن متواجدين معنا. إذا أكيد نعطيلكم كلمة للجمهور ولا تمنياتكم ل 2019. تفضلي فيزياء. أني سنقول لكم عام سعيد، كل عام وانتم بخير. عام سعيد للعائلة ديالي ولادي، عام سعيد للجمهور ديالي لي فان تاعي، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. بوكو دو سونتي بوكو دو بونور، وإن شاء الله نتلاقاو في عام واحد آخر إن شاء الله يكون حافل غير بالحاجات الملاح إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا على قبولك دعوتنا فيزياء. إذا الفنانة سيلينا، تمنياتك ل 2019 وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره اللي تجوزي معنا في قناه الجزائريه وان شاء الله كي يعرضوني نجي ان شاء الله. الابواب مفتوحه. بون جو سويت اون بون اني مي ميور فو بور تو لكل الشعب الجزائري. نعم. ونتمنى ان شاء الله برنو ستر على امة محمد. الله ونتمنى عيد سعيد لولادي توت ما فامي بلا ما ننسى محمد لامين حميدوش. ميرسي. يعطيك الصحه سيلينا. إذا عبدو خليني نكمل نقول لك عبدو القناوي مازال ما بديت. مازال العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم ديرنيغ فوا عبدو القناوي. إذا تمنياتك ل 2019 وكي تكمل مادا بك أعطيني حاجة أكابيلا باش نروحوا. خاوة خاوة. ديريكت. ألوغ بون أني كامل المغرب كامل الشعب الجزائري وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله لا جوناس هذه تريح تخدم بلادها. جو بريفير في 2019 ان شاء الله يا رب. نعطيك عفسة اكابيلا اكيد اكابيلا. عبات لك نخليك تروح هكذا وسي فاسيلمون عبدو. جامي خليتيني نروح ديريكت. هي ما شيري شيري ما شيري لالجيريان مون امور تي مون تو ريست بخي دو موا اون فا شانتي دو لا جوا Que de l'amour et le bonheur, mon amour t'es mon tout, reste près de moi. On va chanter de la joie, que de l'amour et le bonheur, ma chérie, chérie, ma chérie l'Africaine. C'est bon. Bravo, très bien. Bravo, Abdel Gnaoui, Inch'Allah, le mazid. من النجاحات في 2019 لويزا نهار كلمة تمنياتك ل 2019. عام سعيد لك أنيسة. عام سعيد لكل طاقم قناة الجزائرية وان للشعب الجزائري ما فامي ما بيل فامي إن شاء الله داس كوساغ ديال وين الصحة لهنا إن شاء الله. برافو لويزا يعطيك الصحة. نسرين كلمة أخيرة تمنياتك ل 2019. نقول لكم أنايا عام سعيد بون اني ا تول موند ميور فو ليك أنيسة لكل الجزائريين ما فامي ما بتيت فيزاهيا اي ما بيل فامي لا فامي بشير شريف بيان سور وان شاء الله يدخل علينا بربح هذا العام فوالا ان شاء الله. واكيد نقول لكم فيزياء لويزا ونسرين ابقوا دائما انيقات وجميلات لانكم ممثلات ويعني تعرفوا واش راكم ديروا يعني غستي موديست كيما راكم والمزيد من النجاحات ان شاء الله. كريم اكخوف ان شاء الله 2019 اكثر من تزيري دور. تمنياتك ل 2019. نتمنى نقول لكم كامل اللي معنا اليوم عام سعيد ان شاء الله وكل الناس اللي العائله تاعي اولا. نعم. الطاقم اللي راني به اللي راني لحقت واش راني نشكروا اللي راهم متبعني باسكو دي فوا شوي با فاسيل في الكرياسيون ونشكركم ونقول لكم عام مربوح ان شاء الله على كل الناس واللي هنا واللي تبعوني واللي يحبوني. يعطيكم الصحه على قبولكم دعوتنا. اذا مشاهدينا قبل ما نروحوا نشوفوا تمنيات الجزائريين سلوغون تاع الجزائريه وان 2019 اكيد قناه كل الجزائريين ولكن تكبر بكم ومعاكم. اذا نروحوا نشوفوا تمنيات الجزائريين واش راهم يقولوا لكم بمناسبه حلول سنه 2019 ورانا راجعين لكم. Alors à l'occasion du nouvel an 2019, ça nous vieillit quand même. Donc je souhaite à toute la famille, amis et collègues une bonne année, pleine de succès, de bonne santé, de prospérité. À vous aussi. عام جديد نقول لكم الصحة عيد الجزائري كامل بالصحة والهنا
وخاصة قناة الجزائرية نقول لهم صحة عيدكم وكل عام انتم بخير إن شاء الله وعام عام زين إن شاء الله عام 2019 تجوزوا في الصحة ولنا والجزائريين كامل إن شاء الله وأهل تاعنا وفاميلتنا وعائلتنا وهذا هو الشيء العبيد. بوناني فامي حجر وفامي جوزي وفامي داوي. سكوسي من كازي قبيلين دا عرفن نتزاير. نهدي بوناني اليما وبابا وفاميلتي قايتيك وصحابي جوزنا معهم عام شباب وإن شاء الله بارك العام الجاي بالك عام 2019 باك يكون خير ونتمنوا السعاده لكل واحد ان شاء الله يكون غير الخير وراني وعام سعيد فاميلتي وصحابي وخاوتي وحبابي قاعدين نحبهم ويعرفوني وهذه هي وان شاء الله بوناني كاع الامه الاسلاميه وكاع العرب وكاع المسلمين وان شاء الله يصلح البلاد وان شاء الله العام هذا يدخل بخير وعلى خير. عام سعيد الجزائريين الكل المسلمين اليما الخواتاتي خويا وليدي نبيل وناني الفلسطين هذا هو سوق انا نتمنى عام جديد نتمنى ان شاء الله الامه الاسلاميه كاع بخير وان شاء الله البلاد تكون في امل ونتمنى ان شاء الله العام ان شاء الله يدخل علينا بخير وعلى خير ونتمنى لخوتي والخواتاتي وبناتي فريال وإيناس وفارس ونتمنى لهم إن شاء الله عام خير وعلى خير وجميع كافة الأمة الإسلامية شعب بلادي وشعب الجزائر بصفة عامة كل عام إن شاء الله يكونوا بخير والناس تاني وربي يطهر القلوب ويوحد صفوف ويعلي سمعة البلاد إن شاء الله قل بوناني بيان سيغ المافامي مافامي محجبية لافامي عمروش وبيان سيغ انتوما جزائرية وان بيان سور صحابي واللي يعرفوني كاع كيما فيصل مراد عمروش يونس دوادي كاين بزاف صحابي ونتمنى لهم عام سعيد ان شاء الله وليكم بيان سور. السلام عليكم بوناني كاع لي جون جيريان وكاع المجتمع الجزائري وبوناني خاصة سيدي بلعباس بس كان عباسي كي فهمو. جو سويت اون بون اني على الجزائرية وان اي توت ما فامي. ماني اليما وبابا الجزائرية وان وانا متمنين نطلعو قطر ياماني ونجيب البية. بوناني كاع الجزائريين. بوناني راس كاس من كاس مولاني ما بيل فامي ما زامي نتمنى نسرمي وسكاس جديد اين يلحن نقار سوت زيك قارن اين قعدان خير وين ديت دون نكلين سرام ان شاء الله اين ديت دون خير وين قعدان ثاني مير ثنوان بون اني اتوس كل عم سعيد ليما اللي راه متغرب علينا في بيني صاف نقولها عندك سعيد كل عام انتي بخير والولاد ولاد اختي تاع بوزريعه الخويا تاع القبه. عم سعيد كل الجزائريين بابا وماما وصحابي يقام معايا في المسير يما البابا الخوتي نقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله لا فامي الماني الدار كاع نتمنى ان شاء الله تكون الجزائر بخير ونتمنى لا فامي تاعي كاع يكونوا بيان وقناة جزائرية وان يكونوا بيان وجوز عليهم عام بيان. نهدي تحياتي لكاع المجتمع الجزائري فاميليا أورمضان وكاع صحابي يا الجزائر كاع. إن شاء الله تكون الجزائر بخير وعلى خير كل عام والجزائر بخير والأمة العربية والإسلامية بخير. تحياتي كاع الناس والديا والدين كاع الجزائريين كاعيتيك بوناني عام جديد إن شاء الله يدخل علينا بربح والصحة ولهنا. كتب قلبي بالنظرة من يريدها يا حضرة
بكت قلبي بالنظرة وسبتني منفعة الصبرة ونيرانش حايلة سبتني منفعة الصبرة ونيرانش حايلة عقلي وقلبي راح معاه خاطري ما قدرش ينساه عقلي وقلبي راح معاه خاطري ما قدرش ينساه خلاني هيم بهواه نرتجى كل ليلة خلاني هيم بهواه نرتجى كل ليلة قولوا لي يا اش سبابه ولي طول غيابه قولوا لي يا اش سبابه ولي طول غيابه جوارحي من وحش ودابه بغيت في دهوايلة جوارحي من وحش ودابو بقيت في دوايلة يا بنات يا بنات البهجة فين غاب حبيبي قلبي معاه يا بنات البهجة فين غاب الغالي والفي معاه علي تلموت يا بنات البهجة فين غاب حبيبي قلبي معاه يا بنات البهجة سلموا لي علي قلبي هواه حبيت نهدر معاك بصح هاد الشي صاير حبيت نقول لك يا محلاك وستي في نار الهبراك سحرتني يا ملاك ورميتني في بحر الهيب تياك حلات العين تياك حلات العين وياك حلات العين تياك حلات العين وياك قولي لي وين قلبي طير ويجيك في الحين وياك حلات العين يا قحلات العين ويك قولي لي وين قلبي طير ويجيك في الحين ميرسي 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 بوكو تفضل معنا تفضل معنا إذن بكلمات بنات البهجة وأكيد بنات الجزائر كاملة يشاهدوا فينا في سهرة اليوم وكم هن جميلات بنات الجزائر تصفيقات على كامل بنات الجزائر ما نقعدوش كريمبو ما نقدروش نقعدوا محصورين بنات البهجة ولا بنات الجزائر كامل بنات الجزائر كامل هذه هي فنرحب بضيوفي الكرام قلت لكم أنه سهرة فيها الكثير من الضيوف ضيوف برزوا بقناة الجزائرية وان وحتى في قنوات أخرى فنرحب بالممثلة نوال عيوج دار ناشوش كل ما يعرفك مرحبا دارنا شو آن اثنين وثالث عن قريب إن شاء الله مرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا يعطيك صحة ميرسي بوكو سي توجور ان اونور دو باسي افيك فو يعطيك صحة يعطيك صحة عايشك موني بوعلام اللي دايره فيغور في مواقع التواصل الاجتماعي في هكذا كي يكون عندها مقابلة تلفزيونية لازم تكون نارية فنرحبوا بك اليوم في قناة الجزائرية مساء الخير أنيسة مساء الخير الكامل الجمهور الضيوف اللي راهم منورين الجمهور اللي راهو يشوف فينا دائما انا نكون فرحانه كي نكون معاك وفي الجزائر يوان يعطيك الصحه على قبولك دعوتنا امين تي جي في مرحبا بك في قناه الجزائر يوان خير مساء الخير عليكم ومساء الخير على 40 مليون جزائري على الضيوف اللي في الحصه على الببليك الشباب هذا عليكم كاع يعطيك الصحة أمين شاب واحد غني عن التعريف مرحبا بك في قناة الجزائرية إذا واحد خطفناك اليوم خطفتوني وخطفت راحي نعم نشكر قناة الجزائرية وبيبليك بزاف أكيد البيبليك تاع الجزائرية وان نراو حاضرين ضيوف الكرام يعطيك الصحة على قبولك دعوتنا وإن شاء الله نجوزوا بأسواخي أكيد كريمبو شفناك بدينا بالأغنية ديالك مرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا الله يسلمك وما نقدرش ما نلبيش دعوة الجزائرية بيان سير كل ما يعيطوا لي نكون هنا ونرحب بالضيوف الكرام اليوم معايا وكان عندي شرف باش دزت معاهم كيما خونا واحد وأمين الممثلات اللي معنا كاع وكان عندي شرف باش دزت معاهم في البنيك تاعنا
يعطيكم الصحة على الأمبيونس اللي درناها فيها. عوي بيبليك بيبليك هاي لكن إذن نرحب كذلك بزميلتي وصديقتي زاهدة حمادي، نورتي بلاتو اليوم تاع الجزائرية وانو نهاية السنة وبداية 2019 إن شاء الله على خير. مرحبا بك زاهدة. الله يسلمك أميكا. أنيسة أنا تعودت عليك زميلة وصديقة ف... نعم. شكرا. فنورتي البلاتو. إذن دارنا شو وقتاش الموسم الثالث؟ قالوا لي ربما الأسبوع الأول من إن شاء الله جانفي، يعني الأسبوع الأول من 2019، صحيح أم لا؟ وي إيفيكتيفمون حنا مازلنا أون تورناج. نعم. ديجا في حلقات. نعم. درنا شوية حلقات مازال ما كملناش. مي إن شاء الله لو لونسمون تاع دارنا شو 3 إن شاء الله لا بروميير سيمين ولا لا دوزيام سيمين تاع جانفي غون ماكسيموم. ما بقاش حنا راح نودعوا على يعني مده قصيره 2018 نبداو في 2019. بصح سربي لنا هكذا وشنو هو الخاصيه تاع دارنا شو الموسم الثالث؟ الموسم الثالث شوفي نقول لك باللي بوكو ميو على الموسم الثاني، عندنا بوكو دو سيربريز. سي فري كو سي لي ميم زاكتور براتيكمون. وهذوك هما لي زاكتور اللي حبيناهم وولفناهم. وي الحمد لله. مي عندنا دي سيربريز دي غاس، عندنا دي زانفيتي في حلقات وكاين. وي دي زانفيتي وكاين كاين لي سيربريز ما نقدرش. قولي لي نوال شكون تلق شكون تزوج؟ ما كاش ما تلقوا ما تزوجوا. سي براتيكمون دارنا شو دو. بصح اون بوكو ايفولوي شغل خدمنا بزاف. نعم. تعبنا بزاف مي بيان سور على جال بور لا ساتيسفاكسيون تاع الجمهور. قولي لي برك حاجه الباركينغ مازال ديال عينينو؟ مازال باركينغ مازال في الواعر. هيا خلاص نخلوها مالا الكثير من المفاجات لجمهورنا العزيز اللي راح يبث على قناه الجزائريه وان. العيله كبرت واكيد راح تكبر بكم ومعكم مشاهدينا. اذا موني بوعلام، موني بوعلام قلت لك في كل لقاء تلفزيوني هو صدق كاين لقاء يعني سخونه وحار مع موني بوعلام لانها جريئه جدا. اذا اليوم ما شاء يعني نقول لك انه نتكلموا على المجال الفني، حبينا نقولوا انجازاتك ولكن وعديني اليوم انه حتجيني في برنامج الجزائريه شو حتى نتكلم على كل ما هو يقال على موني بوعلام، وش راهي حابه تقول الرساله اللي حابه تجوزها، فاحكي لي انجازاتك في 2018 ابرزها. اكيد انا نتشرف باش نكون معك انيسه في اللقاء باش نزيد نحل قلبي ثاني ونزيد نهضر. الحمد لله في 2018 كان عام يعني انا كل سنه نتقبلها بالشيء المليح فيها بالشيء اللي ماشي مليح، لكن على الصعيد المهني هذا العام كان عندي عده انتاجات. بوغرون الرئيس قرصو اللي ما كملش مع انه كان يعني. نعم. من الشخصيه اللي ديتها في الرئيس قرصو من اهم الشخصيات واللي كونتني بزاف. نعم. وحاجه جديده اللي جامي شافني فيها الجمهور. هذا اول يعني شك ديالك في 2018 انه لم يبدا بدايه 2018. نعم. نهايه 2018 كان مسلسل نبض اللي هو مسلسل سوري. نعم. عربي اللي اسال الكثير من الحبره هاد المشاركه ديالك في دراما سوريه ويعني راح تبث في قنوات عربيه ان شاء الله في خلال شهر رمضان المبارك اللي هي شخصيه من شخصيات البطوله منار، فان شاء الله نقول للجمهور يستناوني. وكاين ثاني 2019 راهي جايه بقوه بمفاجات ان شاء الله، وهذا ما نتمناه للفنانات الجزائريات. موني بوعلام قولي لي فقط كيفاش كان الاتصال حتى يعني اتصلوا ب يعني ممثله جزائريه؟ هو يعني شوفي انا عندي شحال من عام وانا نخدم من خلال الافلام تاعي السينمائيه، نروح على المهرجانات العربيه. نعم. مهرجانات دوليه، فالتقيت مع المنتج من خلال في مهرجان القاهره، زدت التقيت به في مهرجان وهران، كان عندي اتصال مع المخرج بعثتهم. كنت جريئه على بالو باللي الغول لا مش جريئه لا لانه الغول مش تاع وحده جريئه لا ابدا. هما كانوا يحوصوا يعني هنا يعني يدخل السي في، هما شافوا الاعمال تاعي السينمائيه. كانوا شافوا الفيلم البئر، كانوا شافوا عده افلام. نعم. فالمخرج عجبوا الاداء تاعي فهداني لانه شخصيه كانت لبنانيه بعدين رجعوها جزائريه. وحابين كذلك يعني حتى الان سوريين او الناس دوك الانتاجات المشتركه راهي توندونس راهم يعني حتى شفنا الانتاجات الجزائريه تونسيه. نعم. فبالانتاج المشترك حنا كجزائريين نبرزوا. نعم والانتاج المشترك مليح فنخليو في عده قنوات ونخليو اللهجه تاعنا ثاني تولي معروفه في الساحه العربيه. هذا هو السؤال موني بوعلام، تكلمتي باللهجه يعني بالدرجه تاعنا؟ شويه جزائريه شويه سوريه بما. نعم. انه شخصيه جزائريه مقيمه في سوريا فحاولت اني نقدم
اكثر جهد اني نعرف الجمهور العربي باللهجه تاعها. بصح اكيد تكلمتي يعني باللهجه تاعنا، يعني تكلمتي قسنطيني ولا عاصمي؟ لا لا ما قسنطيني راحت لي درك. نعم. دوكا راني مزيج، راني تقدر تقولي 48 ولايه، مانيش عارفه، مازال شويه قسنطيني شويه عاصمي. نعم. اذا موني بوعلام هي جزائريه بامتياز وحتمثل الجزائر يعني في القنوات العربيه، سيبث في الشهر الفاضل على القنوات الفاضل العربية. على عده قنوات حاليا، يعني هم كملوا المونتاج وراهم قاعدين يعملوا التسويق، يعني ما عنديش الحق باش نقول شكون هي القنوات حتى يسوقوا، يعني حد المنتج هو اللي يقدر يقول. موني بوعلام، ربما سؤال جريء يعني من جهتي، ولكن الكاشي ديالهم خير ولا الكاشي تاع الجزائر خير؟ والله الكاشي تاعهم مليح والكاشي تاع الجزائر ثاني مليح، ها سا ديبون على الممثل اللي يضرب الطابله. لانه هنا ثاني باش ما ننكروش انه مؤخرا يعني احنا يعني كفنانين رانا نتفاوضوا، يعني الاجور طلعت، فكاين ممثلين يتفاوضوا على اجور مليحه، وكاين يعني كل واحد كل واحد ولا كارير تاعو، كل واحد وطريقه التفاوض تاعو، كل واحد وشخصيته تاعو. نعم، فنشكرك على الجراه ديالك. امين تي جي في، دوكا ما على باليش الا نقولوا منشط ولا نقولوا برودكتور ولا نقولوا فنان، قلنا امين 2018 كيفاش جلست لامين تي جي في؟ والله فاتت ميلونج اونتخ لي دو، يعني مزيج بين الاثنين. انا 2018 الحمد لله يعني هضروا الصح، 2018 فوتوا بيان الحمد لله، ربحت عليه هذا العام وان شاء الله العوام اللي جايين نربحوا كاع كيما رانا اوسي. كاين تطورات في كلكو دومين في بعض الميادين اوسي، دي وي دي با. انا في 2018 بيرسونيلمون درت زوج تاع لي فيديو كليب صعيبه ننساك، ودرت دوزيام فيديو كليب مؤخرا هادو تاع بلا بلا، قمت بعمل تلفزيوني لي لو تيتر تاعو عقليه كوبوي، بث تبث في رمضان في قناه الشروق. دونك سيتي ان نوفو ديبار بور مو بور لو 2018. بصح امين تي جي في واش يميل؟ الغناء. الغناء. تري بيان، لانه في كل مره عندنا امور نمسوا لكلش، ولكن عندنا يعني بريفيرونس لحاجه يعني مقارنه بالاشياء الاخرى. فالغناء، علاش الغناء؟ لانه كاين جو سان، كاين اكزاكتومون لو كونتاكت افيك لو بوبليك، هذاك الاتصال ديريكت افيك لو بوبليك، هذاك اون فيت الفنان كيعود مع البوبليك تاعو، يتصوروا معاه ويغني معاهم ويغنوا معاه، هذاك هو لو بليزير تاع الفنان. نعم صحيح. الفنان اون جينيرال البليزير تاعو يعني كيرضى عليه الجمهور. صحيح، وهو المعيار لما نشوفوا واحد ناجح ولا اكزاكتومون. هل كان عندك ديسان يعني يعني عندك امبلوا دو تون ما شاء الله، يعني بين يعني لما نشوفوك برودكتور منشط وتغني، فهل كان خليت الوقت شويه ليسان لما بالك يبرمجوك مثلا؟ وي بيان سور، الصيف الحمد لله يا ربي خدمنا مع خدمت جي او دي سبيكتاكل مع لوانسي. نعم. خدمت اوسي مع لوندا لاول خطره هذا العام، خدموا اون ايو دي سان اوسي تروا سبيكتاكل مع لوانسي لا ميم شوز، مع البريفي اوسي اتيتر بريفي لا ميم شوز. الحمد لله يا ربي، يعني كل شوفي اي دات تكون عندي ولا خدمه ولا بار اكزومبل بروجيكسيون في الوقت المناسب ربي راهو يبعث فيهم، والحمد لله يا ربي على هذه النعمه. الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله المزيد من النجاحات في 2019. اذا شاب واحد قل لي وشنو هي لي تيتغ فيغور اللي درتهم في 2018 وتجاوب معاهم الجمهور. بون 2018 شاب واحد اللي تري موديست باش نتفاهموا، هو داير مقلب بالدنيا بصح كي يبدا يهضر في التولك يعني تيميد. نعم تفضل. نو كما كان يقول لك حنا كي نغنوا انا ديجا كي نكونوا سير سالا انا نديفوليو اصلا راك تخرج. نعم فهمتي، مي كي نكونوا نهضروا الفو انا بيرسوناليتي تاعي انا شوي كوم سا رزين. بصح سيغ سان سي لو فو، سيغ سان سي اوبليجي. بون 2018 كانوا عندي دو تيتر. نعم شكون اللي يبغيك انا، جو روغريت اللي درت لها فيديو كليب في ايطاليا و عملنا لها مؤتمر صحفي. نعم. و يعني حبيت نقول لك باللي لا شونسون جو ريغريت ما كان ما دارتش ان بوم بوم كيما لا شونسون تاع شكون اللي بغيت. نعم، ليها صدى كبير. مي الحمد لله خدمنا في 2018، عملنا خدمنا دي تورني، خدمنا في تونس، خدمنا. نعم. في ايطاليا، في اسبانيا، خدمنا في الجزائر، الاعراس، الافراح، الحفلات، الحمد لله. الحمد لله. شاب واحد اليوم تشوف انه فيديو كليب يلزم لنجاح يعني اغنيه
دوكا سي اوبليجي باسكو باسكو المنتج ما كانش حاجه الاولى بون وجزت معاه في ليميسيون تاعو وتكلمنا على هذا السوجي كو المنتجين ما كانش دوكا تكون منتج تاع روحك عندك شان يوتيوب تعمل فيها وتطلق فيها ويكونوا لي فان لي بارطاجيو من ومن حنا بوكو بلوس كانت لا كارت فيزيت تاعنا سي ليديتور ليديتور دوكا ما كانش ليديتور باسكو لارتيست يلفو يجوز على ليديتور ليديتور بون كاين بارولي والان راهو انتر كيسيونيست شونتير يدخل غير لا كابين يغني عنده ان كاشي من عند ليديتور مي دوكا سي مالورو دوكا لازمك انت تتحرك لازم انت تروح دير لي كليب لازم انت تجوز في ليشان لازم صح يعني تسوق لنفسك الوقت اللي انا فيه سي سي لا غالب لو كان ماشي انت ما نعم فالفنان لازم يكون قافز في لا شونسون شكون اللي يبغيك انا تاعي انا وجد شابة معناها تاعي نعم اما لو كان بارولي ولا ما كسرش بون ماشي نقول لك ما كسرش راسو مي يتساتيرو لي بارولي بوكو بليس مي طون زون طون الحاجه كي تجي تاعك انت تجي ان كا سبيسيال باسكو تكون تحبها وعلى بالك شو راهو كاين موفمون مي الحمد لله 2018 كما كان يقول الحمد لله كل عام وخيره حنا الحمد لله الانسان ما يجهلش نقولوا اللي جابها ربي مرحبا على بالك شو راهو جاينا في 2019 اللي جات مرحبا بها وهذه هي شيء اكيد انه حب الجمهور يبقى يعني حاجه كنز ما نقدروش نستغناو عليها شو تقولوا لنا نبلعطوا فيكم والله باسكو البيبليك سي قالكم ماهوش يبلعط فيكم نو البيبليك البيبليك هو النيميرو اكيد اكيد البيبليك نيميرو باش يجي شونتور باسكو البيبليك هو اللي هو اللي صوت هو اللي شكون اللي حب هو اللي يسوق اكيد للمغني ديالو نعم انا في خدمتكم اكيد كريمبو قول لي فقط اللي كان معاك واش كان يدير وشنو هذيك الاله واش نسميوها هذيك اله الكاخون وكان معنا بالمناسبه عثمان عثمان البركيسيونيست تاعنا نعم دونك اله هذيك تاع فلامينكو اله اسبانيه واسمها الكاخون وتلعب مع لا جيتار نعم يعني اكومباني اون جيتار اذا كريمبو قل لي انت يا قالوا لي بلي مسيت الاغنيه التركيه نعم. عندك وشنو عندك لي زوريجين من الترك ولا نعم. ولا تحب تمس مختلف الطوبوع ولا شفت لي فيلم تشوف كم دايرين حاله هيا ندورها اغاني تركيه ونجيبها بيا انا دوريجين نحب ستيل نحب بزاف لي ستيل باغ اكزومبل زعما انك نخدم كاشتان ولا ما نغنيش غير ستيل واحد مختلف الطوب نغني فاريتي مختلف الطوب تلقاني في فلامينكو تلقاني في ترك لا ديرنيير فوا رحت لا تركي لا بولغاري ثاني اكتشفت عالم واحد اخر موند واحد اخر تاع حبيت اكثر الاغاني التركيه الاغنيه التركيه اكثر واليوم كريمبو نقدروا نقولوا انه عنده جمهور يتبعوا كاين جمهور ولا بروف كاين دير انونس زعما في كاش سان ولا في كاش بلاصه نلقى بوكو بليس لي فامي وانا نموت على كي نشوف البليك تاعي لي فامي ونشوف الناس تسمع مالغري مازال ما الواحد مازال ما وصلش للشهره تاع زعما يقولوا عندي لي فان بزاف ولا مي انا نسميهم خاوتي وحبابي ولي فامي تاعي اللي يجوا يسمعوني اشاك فو اذا كريمبو راه داير لو بوز بالاغاني العربيه والتركيه واكيد راهي دايره لو بوز في قناه الجزائريه وان هي يعني الموعد الاخباري الناطقه بالدارجه مع زاهده حمادي للجوز على المشاهدين على الواحده زوالا اذا زاهده بعد عام من هذه التجربه كيفاش كان صدى الجمهور على يعني نشره ناطقه بالدارجه حتى ولو في البدايه كان صعيب ولكن الان هل الجمهور تقبل هذه الفكره شوفي أنيسة نشرة الأخبار بالدرجة هي اللي تتميز بها قناة الجزائرية وان واللي هي كانت مبادرة من عند سيد سمير بوجاجة نعم. هي كانت فكرة سمير بوجاجة اللي تعودنا عليه أنه يمد أفكار جريئة وتحديات جريئة فنشرة الأخبار سيد سمير بوجاجة جريء جدا وكيمد لك كونسيبت لازم بعد أسبوع يتنفذ المشروع نعم فنشرة الأخبار بدرجة مع الأول كانت عندها بين مؤيد وبين معارض كان اللي يتقبلها وكان اللي ما تقبلهاش نعم. ولكن هي حبيت نوضح نقطة برك هي نشرة الأخبار بدرجة اللي رانا نقدموا فيها هي اللغة الثالثة يعني المهذبة نعم. مش الدارجة المهذبة اللي راني نتكلم نعم. فيها في البيت ولا في الشارع ولا ولكن هي كما بكري الافلام تاع بكري كنا نشوفوا فيهم شتي اللغه يعني اللي كانوا يتكلموا بها مثلا لوبيتال ما نقدروش نقولوا لوبيتال باسكو ممنوع علينا ندخلوا كلمات بالفرنسيه نعم ولا نقولوا سبيطار نقولوا مستشفى نعم
فوالا دونك مع الاول ما تقبلهاش الجمهور، كانوا الانتقادات من بين التعليقات كانوا طايحين علينا. مي دوكا الحمد لله دوكا سي بون، كي نشوفوا تعليقات انه راهي تنصب في المضمون، يعني مضمون الموضوع. نعم. فتقبلها الجمهور. الجمهور. زاهدة قولي لي الآن أنت تقييمك لنفسك في يعني تقديمك لنشرة الواحدة، ونشرة الواحدة حبينا ولا كرهنا هي مهمة، موعد مهم لأنه كاين العائلة تجتمع على الفطور، ولا يعني الناس تفطر وتشوف النشرة، ولا النساء المكيثات في البيت بالك ما يفوتوش فرصة نشرة الأخبار تاع الواحدة. أنت تقييمك لنفسك بعد سنة، حوالي سنة من نشرة التجربة. الأخبار درجة هي أول تجربة بالنسبة لي. نعم. في من ناحية التنشيط ولا من ناحية التقديم، فهي تجربة مميزة. نعم. وفريمون هي ما كاش فرق بينها وبين النشرات الأخرى، يعني هي برك في التقديم. نعم. وفي اللهجة. نعم. فاكتشفت تعلمت بزاف حوايج منها، وتعلمت يعني كانت مميزة. نعم. إذا زاهدة كي نديروا في كل مرة نشرة أخبار ولا برنامج نعرفوا شكون هو أول مخرج مثلا، هل على بالك شكون هو أول مخرج لذلك نشرة الواحدة؟ أمين سعادة قلتها له البارح. نعم. إذا أمين سعادة مخرج البرنامج، قولي لنا مثلا شكون هو. لا مش هو مخرج البرنامج، لا أمين سعادة كان النشرة. بين الأوائل تاع نشرة الأخبار بالدرجة. نعم. بعدها كاين مريم. نعم. بولعراس مخرجه مريم. نعم. بولعراس من بعد علي، من بعد دوكرا ويوسف. نعم. قلت لك امين سعاده هو مخرج البرنامج تاع اليوم، ماشي البرنامج انتم نشره اخبار. نعم. زاهده قولي لي رئيس تحرير مثلا في قناه الجزائريه وان اللي تحب زاهده تتعامل معه. حطيتيني في موقف يعني والله رئيس التحرير في قناة الجزائر، أنا ما نقدرش نسمي أنه رئيس، ما نقدرش نحسو رئيس تحرير ولا. نعم. ما عندناش هذيك لأنه زملاء بصفة عامة. زملاء كاين حاجة أنا نقدر نفيدها بهم كما هما حوايج يفيدوني بهم، وراني نتعلم من عندهم. إذا يعطيك تحية خاصة لرئيس تحرير سمير حميطوش والهادي. نعم. وزينب كذا. نعم تخيبية تحييهم زاهدة، نشكرك. من بعد نمد لك حاجة أنيكدوت تحكي لي عليها لأنه مانيش فهمتها. إذا أمين تي جي في نروحوا نسمعوا الآن حويجة، واش راح نسمعوا؟ بلا بلا ايبا ان شاء الله ما نكونوش حنا نقولوا غير في البلا بلا. تفضل معنا في رسالة تحت ثقة الجمهور.
إذا مشاهدينا أمين تي جي في، حبيت اليوم وإحنا كل يوم نحبوا الفنانين اللي يصارحونا، اللي من تقول اليوم هادو تاع بلا بلا، هادو تاع بلا بلا كاع اللي حضروا في الفيديو ما عندهمش لا بروف وتاع بلا بلا. اون فيت حنا هذه الاغنيه مشتقه من المجتمع باسكو باش ما نكذبوش، حنا باغ اكزومبل تخرج غير عفسه، انا دوك تصرى لي هنايا نحكيها لهذه ترفدها بفيرسيون، تعطيها الاخرى بفيرسيون واحده اخرى، الاخرى بفيرسيون واحده اخرى، اكسيتيرا اكسيتيرا، حتى نخرجوا كاع من لو كادر تاع الموضوع. دونك هادو تاع بلا بلا يفو با نسمعوا بزاف، نأمنوا في رواحنا وفي الناس اللي معانا، سي لو بليز امبورطون. نعم موني بو علام، هادو تاع بلا بلا ليمن للناس اللي متبقى يديها وتهدر على الناس اللي راهي تخدم وتتعب وتقرا وتحاول تطور من روحك. انا ثاني نقاسموا الناس الفكره، ما كاش حاجه صعيبه، اللي يحب يخدم يوصل، فاللي يهدر على الناس اللي راهي تخدم يدير كيفهم، هذا ما كان. طيب اذا حاجه برك الله يسلمك يطول في عمرك، حبيت نشكر العازف اللي خدمنا هاد لا شونسون، وكان لو بيانيست اوسي تاع عاقل ربي يرحمه ويوسع عليه في لا ديرنيير بيريود اللي هو فتحي ساموراي. نشكر اوسي لو بارولي اسماعيل، الاستوديو اللي سجلنا فيه اكابيلا، كاع ليكيب اللي وقفت معايا فينيكس باش نقول لهم ميرسي بوكو، اوسي لو رياليزاتور دو كليب بيلال بلطاق. دونك اعطيكم الصحه من هذا المنبر. اذا كل الفريق اللي عمل معاك اكيد راهو يحييهم، امين تي جي بي من هذا المنبر. اذا سهرتنا متواصله، حبيت فقط نحل قوس لما شفت نوال وموني بوعلام، يعني راكم قاعدين هذه قدام هذه، يعني زهر، ولكن واش رايكم الان؟ يعني صافي بليزير نحل قوس ونقولها انه الممثلات تاعنا راهم كامل قاريات وكامل داروا الجامعه الجزائريه، فهذا راح يكون لصالحكم نوال. وي بيان سور، هذا واش كنا نهضروا انا وياها اون بلان تورناج جوستومون، هذا واش كانت تقول لي حنا دوكا وين لحقنا لا بلوبار تاع لي زاكتريس اكتور اي تو سا كاع تلقايهم قاريين براتيكمون. بون كانت تحكي لي متخرجين من الجامعات صحيح، وشغل هذه تاع لاكتور التمثيل اي تو سا سي توجور اون دوزيام بوزيسيون، مي يساعد كوميم التمثيل اون بروميير بوزيسيون، يعني بصح الشهاده الجامعيه راهي كومان باجاج تعاون، يعني تعاونك في السي في ديجا لو سي في تاعك كي تروحي تحطيه ماكش راح تروحي بوالو، اي اون بلوس ميم سورتو لي تعاونك في الحوار في النقاش في مهرجانات عالميه، تقدري ديباتي قدام مخرجين عالميين، تقدري تعبري على رايك، تقدري تودي وجهه نظرك، هذه هي. اذا نقولوا فقط ان موني بوعلام ونوال هما خريجات جامعه جزائريه. انا لان نوال يعني من الممثلات اللي تعجبني صراحه، نتمنى لها النجاح. يسلمك والله غير موسي، انا والله غير كما قلت لك انا راني جد سعيده اللي راني معاكم كامل هنا، ونحن اسعد كامل، الله يبارك يعطيكم الصحه. اذا واحد، هل واحد شفنا امين دار تنشيط يغني ربما برودكتور، واحد هل ربما ما خممش يروح مثلا للتمثيل ولا يولي برودكتور؟ وراه رابح ما قال لي والو، رابح. كل ما عندي معلومه رابح هو اول المتهمين، ما قال لي والو رابح المتهم الاساسي يعني رابح شاف بلاتو ديالي صديق النجوم كامل. اذا صافي شكروا 4 اون لا 5 اون، نعم كان عندي بروجي تاع ايميسيون، نعم درنا لها كلش، عملنا كلش. كنت انت حتنشط البرنامج؟ كنت انا حنشط، نعم. وجبت معايا ممثلين دي فيغيرو معروفين، نعم، ولو تيتخ والله المعلومه ما كانت عندي. ورحنا ليكيب تكنيك، نعم. رحنا لهم، رحنا حتى البليده، نعم، تفاهمنا نديروا فريكود تما نديروا نيميرو، تبداو يعني التسجيل وتخلوهم في وهذا ليميسيون كانت اسمها كونفوكاسيون، نعم، تما شاك بون راح نقول الكونسيبت اللي حاب يدير صح هما يدوها معليش نورمال. نعم كنت ندير كونفوكاسيون بعتها لشاك ارتيست ولا جوار ولا مينيستر ولا يعني نقعد، وكاين واحد لي كوفر يروح يرفد زعما لونفلوب، و سا ديبون المصيبه اللي طيح عليه في هذيك ليميسيون كانت وكان لو سبونسور كنت حاب نشوفو، ابخي كي لحقنا لو سبونسور صراو لنا شويه تعرقلات،
بصح يعني شاب واحد تقدر فو بوفي غولونسي هاد يعني هاد البرنامج. مي هادي نحكي لك سانكون، نقول لك سانكون وقفوا معايا كاين الناس الحمد لله وقفوا معايا كاع حتى المخرج حتى رابح ديتو معك اكيد رابح بون رابح خويا ماشي صاحبي. نعم هاي رابح نعم الوغ امين امين يقدر يدير بلوس كو سا باسكو امين عنده عفسه يصدم. نعم امين ما عندوش ما يوليش للوراء فهمتي تجمي تعطي له اي عفسه يديرها ما عندوش مشكل امين وهذا ستان كوراج لا بروف دار برنامج ونجح و وي وي يعطيه الصحه انسان هالدار يهضر مليح. نعم انسان ما على باله حتى واحد. نعم وهي الشاشات حق ناس كيما نعم شاب واحد احنا نقولوا انه الجراه مهمه في يعني في السمع البصري انتم كديز ارتيست فنانين الجراه مليح الواحد يكون جريء ويصدم غير في الجزائر ما عندناش لي شونتور اللي يقدموا لي زيميسيون باسكو احنا نص الفنانين سي دي كومبليكسي الله غالب يعني تشوف لو كان تشوف في الدول المجاوره كاينين دي ستار وعندهم صحيح وحنا ما نقولوش دول موجه حنا نهضروا على نفوسنا بلا بلا لما لا ان شاء الله تجربه تجربه اخرى ان شاء الله وان شاء الله راح ياخذها الشاب امين واحد في الكوراج للشونتور. نعم باللي تسمى نقدروا حنا نديروا بلوس نقدروا نمثلوا صحيح ماشي غير فهمتي يقدروا حتى ممثلين يغنوا. نعم صحيح اذا ان شاء الله لما لا برنامج اخر. اذا كريمبو كما انت نقولوا انك قلنا الجراه لازم لما نكونوا فنانين انت كانت عندك جرأة غنيت بالتركية والعربية؟ انا كانت عندي جرأة باش رحت غنيت لهم في بلادهم باللغة تاعهم. نعم في الترك دونك كان كنت خايف شوية مع الاول ابري كي رحت شفت موند واحد اخر شفت موسيقى باللي ماشي لازم تهدر اللغة تاعهم باش تنجم تلعب الموسيقى تاعهم. نعم لازم تكون تو سامبلومون ان ميوزيسيان باش تنجم تكومونيكي مع كاع الموند اللي كاين. نعم وزاهدة هضرت بالدرجة باش يفهموها كامل العائلات الجزائرية. نعم زاهدة قولي لي شب حريق فهميها لي باسكو أنايا دخلت لي مقر الجزائرية وان لما دخلت من الباب ويقولوا لي أنيسة شب حريق ما فهمتش قالوا لي زاهدة شب حريق ما فهمتش ففهميني يعني فهموها لي بصح حبيتك اليوم أنت تعاوديها لي. بون شب حريق لصقت فيا دوكا ما يقولوش زاهدة شب حريق. نحكي لك حكايتها كما تعرفي انت كنت مقدمة أخبار. نعم. وتعرفي بليك مقدم الأخبار في أي لحظة تجيها خبر آني. نعم. يعني يكون جاهز للأخبار. نعم. الآنية فأنا في هذاك اليوم كنت ندير في الأخبار. إيه؟ وصلني خبر ملاريجي يقولوا لي بليك زاهدة لونسي هذا الخبر. إيه؟ واللي هو شب حريق بسوق ببلدية عين النعجة. نعم. انا كيفاش نقولوا بدرجه شب حريق تما تخلطت لي قلت شب حريق الحكومه هذه شب حريق شب حريق هذه هي شب حريق حبوها زهيده وما حبوها بالدارجه فشب حريق شب حريق فهذه هي في يعني في المقر تاع الجزائريه ونداروا بها حاله شب حريق ولكن سي با ايفيدون نقول لك حاجه زهيده انه نتكلموا بالدارجه كي يلزم نتكلموا بالدارجه فلما تكون عندك تكوني امام الكاميرا وتتكلمي بالدارجه فهذا شيء صعيب جدا. الدارجه المهذبه. المهذبه اكيد نعود نقولوا انها مهذبه فنشكركم على المجهودات واكيد زاهده حمادي من بين الصحفيات تري امبيسيوز واكيد هذا البدايه واكيد مازال ليك الكثير من النجاحات زاهده حمادي. اذا شاب وحيد واش نقدر نسمعوا الان؟ اكيد راح نسمعوا لك حاجه شاب وحيد. اون فا شونتي اون فا دونسي. يس فوالا سي لا في. اي با تري بيان تحت الثقه الجمهور. اللي يبغيك انا ويموت عليك انا يعشق فيك انا غير انا شكون يعطيك الحنانة عمري من غيري انا نبغيك توجور فرحانة غير انا
خليهم يموتوا. يا عمري تاكيو نبغيك الافيو حوس بيك باطو يانا خليهم يموتوا. المشاهدين تاعنا لانهم نحبوهم يبقاو في قناه وحده قناه الجزائريه وان اللي العائله كبرت فيها واكيد تكبر بكم ومعاكم مشاهدينا. ابقوا دائما اوفياء لقناتكم قناه الجزائريه وان. قريب نكملوا مع ضيوفنا الكرام. صح قبل ما نكملوا كريم بواطيني حاجه بالتركي عم قلت لك راح نختم معاكم هكذا. ها باوي تعطي لي حاجه لازم كريم. حبابك حبابك الفرنسي هذيك شابه قول لي تشو واش كاين فما جي تي كونت سيغ توا جي تي كونت سيغ موا تعطينا حاجه شابه في التركيه الشابه في التركي ايوا وصاير داير صاير داير بسكوت دونك سيتي اون شونسون ترك كي سابيل بيت سايديم ان شاء الله راهي في الخدمه ميلونج مع اللهجه الجزائريه بيان سور فوالا اكزاكتومون بيت سايديم معناتها مجنون بك بنسيدم صنم دلجن على ماس بنسيدم يا مربو يا لونار جماس بنسيدم أسرتن أرجتش على ماس بنسيدم برتانم بنسيدم ما بنسيدم صنمان دلتشن على ماس بنسيدم يا مرمو يا لونار جماس بنسيدم أسرتن أرجتش على ماس بنسيدم برتانم بنسيدم شكون اللي يبغيك
انا ويموت عليك انا يعشق فيك انا غير انا. لمت الجزائرية وكل حاجة امبروفيزي، هادو هما الفنانين الجزائريين اللي إن شاء الله يبقوا دائما في الصف الأول. إذا تمني تواحكم تاع 2019 نوال تفضلي. يسلمك ميرسي. دونك أولا قبل كل شيء بيان سور نسلم على ما فامي، ما ماما مون بابا ما بتيت فامي ماري لي زونفون لو بوبليك تاع دارنا شو سورتو لي جون اللي يحبونا كامل. جو بارل او نون دو نوتر بتيت فامي تاع دارنا شو. دونك سي تو الامه الاسلاميه جمعه لي الجيريان بيان سور. ان شاء الله نطلبوا الشفاء العاجل للمرضى تاعنا ثاني. وبلا ما ننساو ليكيب تاع الجزائريه وان يقولوا لي ديريها هكذا. نعم الجزائريه وان توت ليكيب انيماتور انيماتريس ما وراء الكاميرا اللي الله يبارك ما شاء الله عليكم. وان شاء الله نكونوا توجور بيان نكونوا بخير. وهذه هي ان شاء الله بون اني ميور في تو الموند. يعطيك الصحه نوال. موني بوعلم عام سعيد لكم كامل اللي راهم هنا، الكامل الجمهور والشعب الجزائري، لعائلتي، الكامل الناس اللي نحبهم. نحب نقول ان شاء الله ربي يشفي كامل المرضى، وان شاء الله كل واحد عنده حاجه في قلبه يحققها في 2019، وان شاء الله ديما المزيد من النجاحات لكم النساء والقناه الجزائريه. يعطيك الصحه موني بوعلام. امين تي جي في، واش تعطينا تمني 2019؟ واش نقدروا احنا نتمناو لك؟ ان شاء الله يدخل علينا بالربح والخير. إن شاء الله هذا العام يكون أحسن من العوام اللي فاتوا، يكون انطلاقة جديدة إلى مستقبل جديد زاهر. إن شاء الله. سي لو بلوز امبورتون باش الناس واللي عايشين هنا يسون با أوبليجي يروحوا لبلاصة واحدة أخرى ولا بلاد واحدة أخرى. نطلب ربي إن شاء الله هذا العام يا ربي لا تشوف لنا 2019 في الفنانين يقلشوهم شوية، قلشونا. أوسي أوسي كاينة حبيت نضيف عفسه باسكو واش كان يهضر كاع الصواب ديجا او على بالو. اسمح لي قطعتك في قلبك قوليها. اي فوالا جيتي راك معايا نوال. موني بوعلام وشاب واحد راكم حين ديروا لي دوك سينديكا تاع الفنانين. لا 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 ما تخافيش. اسمعي كي ما شتي فنان رافد عفسه في يده ماضيه ولا كاع تاع سير. اظن انه النقابه لا تخافي لا تخافي خاطينا البوليتيك. نعم كيفاه. وحبيت اوسي نقول حاجه مهمه باسكو البوان اللي راه كل فنان وصل ليه ما وصلش وحده، كاينين رجال وايكيب تعاونوا اوسي اللي كنذكروهم. انا من بينهم انسان عاونني بزاف في حياتي ابراهيم نحييه بزاف بزاف. نعم اوسي هذا ما كان. يعطيك الصحة. وبوناني 40 مليون جزائري. الجزائريه كيفاش؟ وان وان ان شاء الله نبقى وان في قلوب الجزائريين. يعطيك الصحة امين. شاب وحيد كلمة أخيرة واش تقول لسنة 2019؟ وعلى التعب اللي تعبتوا في 2018. يعطيك الصحة. إن شاء الله 2019 يدخل عليكم ميو كو 2018. إن شاء الله نتمناو دي بروجي شابين. إن شاء الله مشاريع. نعم. على مشاريع إن شاء الله. نتمنى الببليك تاني الجزائر كاع 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 كاع. نقول لهم كل عام وانتم بخير. إن شاء الله. إذا كريمبو واش نقدروا نتمناو لك واش راك تتمنى في 2019؟ انا نتمنى في 2019 يكون خير من 2018 وخير من العوام اللي فاتوا ان شاء الله يا رب. وبوكو بليس يكون مليح للجزائر باسكو رانا رايحين لواحد لابيريود صعيبه شويه ورانا خايفين على الفن وراهو رايح ما على بالناش باسكو لي زارتيست كاع راهم يهربوا لي زارتيست كاع راهم يشكو فوالا. دونك نتمناو يكون عام جديد علينا وسعيد ان شاء الله لكاع لي زالجيريان والبيبليك تاعنا بيان سور البيبليك. يعطيك الصحه كريم. جوست حاجه برك نشكر لو ماناجير ارتستيك تاعي شمس الدين اللي راهو يخدم نهار وليل باش نخدموا دي سان هكا ونخدموا دي بروجي. دونك نحييه بزاف ويعطيكم الصحه على الانفيتاسيون ليكيب تكنيك. يعطيك الصحه كريم. يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه. اذا زهيدة حمادي نتمنى انه في 2019 في نشرة الاخبار تمدي لنا الا الاخبار المليحة على الجزائر وعلى كامل الجزائريين. كنا رفعنا شعار في 2018 هذا العام عامنا ونقول مع الجزائر يوان كل عام عامنا ان شاء الله. كل عام وانتم بألف خير. جميل الختام مع زهيدة حمادي. اذا
مشاهدينا اكيد كانوا معكم ضيوف فنانين في الصف الاول، نروحوا نشوفوا تماني الفنانين ل 2019 لكم مشاهدينا. عام سعيد، ونقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله هذا العام 2019 يخرج عليكم وان شاء الله تفرحوا وكلش بالصحه والهنا ان شاء الله، ونشكركم على المتابعه وان شاء الله العقوبه العام الجاي. بناني السلام عليكم مشاهدين قناه الجزائريه وان وكل الشعب الجزائري. بمناسبه حلول السنه الجديده 2019 حبيت نتمنى لكم عام سعيد، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله هذا العام يكون عام خير وبركات وسين معنا الجزائر. نقول لكم طلب بزاف في روحكم، في صحتكم، في والديكم، على خير. بمناسبة لاني 2019 نقول لكم بوناني، وإن شاء الله تنعاد علينا بالصحة والهنا، إن شاء الله هذا العام يكون خير وبركة على كامل ليزالجيريان بالصحة والهنا. نقول لكم بوناني ولي ميور فو، وإن شاء الله تصيبوا كاع واش تحبوا، وبوناني القناة الجزائرية وان، ونقول لكم كامل بيزو. Pour la nouvelle année, je souhaite une excellente année, inshallah. Inshallah, العام اللي يجي خير من اللي راح. ربي ان شاء الله يوفق كل انسان في مشروعه ولا في ان بروجي كما نقولوا. دونك هذه هي اون بو كو سويتي دو بيان ان شاء الله العام الجديد اي بون اني انكور اون فوا هابي نيو يير. ميرسي، يعطيكم الصحه. مناسبه العام الجديد ان شاء الله كل عام وحنا في خير وامن وسلام وحب، ان شاء الله نتعلموا نحبوا بعضنا واللي يعرفوا يحبوا بعضهم، ان شاء الله يكملوا ويكبر الحب بيناتهم. نحبكم بزاف بزاف، تهلاو في روحتيكم وكل عام وانتم بخير كامل الجزائريين، ربي يحفظكم. السلام عليكم، سي حوريه لي جوفير زهره حميتي. جو سويت اون تري تري بون اني ا تو لي الجيريان اي لي الجيريان، بون اني 2019 aussi une longue vie à la chaîne Jazaira One et une très très bonne année. السلام عليكم، معكم زهر الدين جواد، بغيت نقول لكم بون اني وكل عام وانتم بخير، سيرتو سيرتو لا شان الجزائريه وان. واش نقول لكم، عقوبه 100 عام 200 عام ايوا ما تقوليش بون اني، بون اني غير انت. بون اني لكاع لي الجيريان، كاع الجزائريين الجزائريات، والجزائريه وان نيميرو 1. بون الجيريان ستايل كرو، نقول لكم بون اني كاع الجزائريين والجزائريه وان، ميرسي بوكو. ان شاء الله ربي كما يقولوا يدخل علينا العام الجديد 2019 ان شاء الله بالصحه والهنا، الصحه والستر لينا ولكل يعني الشعب الجزائري والامه الاسلاميه وكل عباد الله يعني. ايوا العام الجاي ان شاء الله كاع ان شاء الله ان شاء الله يطلع علينا الربح ويطلع علينا السمش، ما ترقدش كاع، ما نسحقوش ندير يا با دو كوشي دو سولي، حنا ماذا بينا السمش تطلع فوالا. وانايا راني مولي بالعقل بالعقل، راني كل يوم حرف كل يوم حرف كل يوم حرف، راني مولي بالعقل بالعقل، ما يتقلقوش برك، ما اللي مولفين يسمعوني ما يتقلقوش، راني مولي بربي ان شاء الله. بمناسبه حلول السنه الجزائريه السنه الجديده عفوا 2019، اتمنى من اعماق قلبي للشعب الجزائري الرقي الازدهار، كل عام ونحن بخير، كل عام والجزائر الحبيبه بألف خير. بون اني ا توت لا بوبولاسيون الجزائريه، ا تو لو بوبل الجزائري، ان شاء الله العام الجديد هذا يجينا بالفرح والحنان ويجينا بالصبر ويجينا ان شاء الله يروحوا علينا كاع الهم هذا، النواج هذا ماشي مليح يبعدوا علينا كاع، وان شاء الله الفن يطلع، ان شاء الله يكونوا الفنانين في مستوى كبير ان شاء الله. نتمنى بمناسبه العام الجديد نقول لكم انتوما طاقم تاع الحصه هنايا، نقول لكم عام سعيد، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. نقول لكم كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تجوزوا العام تاعكم كل صحه وهنا بالصحه والهنا، وان شاء الله تقريوا سوفونير ملاح لهذا العام. بوناني نتمنى اون بوناني ان شاء الله لكامل الشعب الجزائري، وان شاء الله كامل يكون عندهم لوكازيون ثاني باش يبينوا اللي عندهم موهبه يبينوها، باسكو فريمون سي دي نوز انفون سون تالونتيو اي اون دوا لور ليسي لوكازيون. القناه الجزائريه نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وكل الشعب الجزائري والامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي تنعاد علينا بالصحه والهنا، ونكونوا دائما متالقين ونكونوا دائما ان شاء الله سعداء بلاغ فيف لاغ، وبون اني ان شاء الله اتوس. ميرسي بوكو. نقول لأمة محمد كاع ان شاء الله العام اللي راهو جاي
يكون خير من العام اللي هذا اللي فات. مشاهدينا سهرتنا متواصلة في أحلى لمة وأحلى سهرة في قناة واحدة، قناة الجزائرية وان. أكيد شعار تاع 2019 العائلة كبرت وأكيد تكبر بكم مشاهدينا ومعاكم. راني فرحانة لأنه الآن الضيوف تاع دوكا 100% جزائرية وان، فنقدموا لكم يعني نحاولوا انه في كل واحد فيهم تشوفوهم يعني بعيد على بعيد على البرامج تاعهم. اذا ياسمين سعوده مرحبا بك، مقدمه برنامج هاشتاغ. ميرسي انيسه وبون اني على افونس. تري بيان، دقائق تفصيلنا على الفيلم بزاف. فوالا شكرا. ميرسي سيدي على قبولك دعوتنا. سيد احمد خديس يعني واش نقول كرونيكور في تولك فود، يعني كنت معايا هي في الحقيقه باش نبداو ندوسوا من دوك. صح من دوك اليوم سي لا ديرنيغ تاع 2018. ها سبابك. بصح كيف هي يزيد؟ تجيني الخدعه من عند العزيز. غالب انا يزيد لابيت يزيد. غالب. اذا سيد احمد خديس اللي عندكم موعد معاه في تولك فوت يوم الاحد، سهره يوم الاحد مع زميلي وصديقي يزيد جمعه، هو رئيس تحرير بالقسم الرياضي بقناه الجزائريه وان ومعد ومقدم برنامج تولك فوت اللي كانت الجزائريه فوت اللي اصبحت لا سيزون هذه تولك فوت. مرحبا بك يزيد. ميرسي يعطيك الصحه، شكرا على الانفيتاسيون اي شوي تري زورو دتر بارمي فو هنايا. يعطيك الصحة على قبولكم دعوتنا. انتم راكم ولاد الدار، وشنو قبولكم دعوتنا؟ جو بلا مزيدكم. إذا إذا قلنا ياسمين سعودة ما نقدروش ما نهضروش على المتألقة مريم عكراطة اللي حاضرة معنا اليوم في سهرة الجزائرية وان. مساء الخير عليك أنيسة وعلى جمهور الجزائرية وان. كاين واحد الشعار ولفنا أن نقولوا في بروجرام هاشتاغ ماجازين، أيضا مساء الخير على جمهورنا العربي لأنه اللي يتبع برنامج هاشتاغ مش فقط من الجزائر ولكن حتى برات الجزائر. أكيد هو برنامج اللي يتكلم على لي ستار يعني داخل الجزائر وحتى خارج الحدود. محمد علاش راك زعما جايبها انتيل و محمد حمادي الياس محمد برومو راهو حاضر معنا اليوم في سهرة الجزائرية وان. شكرا بي. شكرا انيسه، شكرا يعطيكم الصحة الببليكا. لازم يتفقوا مولفين لا لا نعطي له استوس باش الجمهور يتبعك، لازم تسمع له بلاك تصفق هكذا ما يشوفوش الجمهور. بصح كون تعطيها يتبعوك. فوالا نعم محمد. قلت لك نشكر الببليك ثاني اللي راه لهنا، وحنا ثاني نقولوا احنا كوم الجمهور تاعنا عالمي ماشي عربي، عالمي كامل اللي نوجهوا لهم تحيه. انتم دقيقه كي قالت مريم الجمهور العربي وقال الجمهور العربي وديتوا لي التحدي من دوك خلاص ديتوا. دير فوا بعث لي واحد من اسبانيا قال لي فوالا هذه ميسيون تديرها. انا تحب نقاوري لا فوت ولا امنوا بالببليك. احنا انا مامنين وانا اكيد يزيد وانا اكيد نامن بجمهور واحد جمهور الجزائريه وان 40 مليون جزائري، وحنا قناه الجزائريه وان قناه كل الجزائريين، فاللي كان عنده جمهور خارج الحدود مرحبا. توفيق. اذا توفيق مصفاوي مرحبا بك. خلصت التصفيقه قلت تعمل مازال يتصفق ما خلاهاش في قلبه. توفيق مرحبا بنا عندنا، مرحبا بنا عندنا. باش نقول لهم حاجه للجمهور انه من بعد نتكلموا على البرنامج اللي راح يطل على مشاهدينا من جانفي 2019 ديال محمد برومو ولا محمد حمادي واكيد توفيق مصطفي. نقولوا فقط انه في كل مره مشاهدينا نديروا برنامج واكيد تشوفوا لا بوند انونس تاع البرامج ديالنا على الشبكه العنكبوتيه وعلى الصفحه الرسميه للجزائريه وان. فمحمد على بها نعيطوا لمحمد برومو، هو محمد حمادي اللي يدير لنا احسن اللقطات ويدير لنا برومو جميله جدا حتى في بعض ميك اب تاع البرنامج حتى ولو
في كل مرة، ماشي في كل مرة بصح، تحبب للمشاهدين أنهم يتابعونا. أحكي لي على هاد التجربة، كي نهبلوك ونجوك على فافيت عندك هاد ليزيكسخي، لازم تدير لنا برومو شابة وتجذب المشاهدين. والله أنيسة صراحة بالك تبان لك بلي اكيد ديرونجي فيا يا بارفوا، ولا مام سوق نسا مام مع فريده مام جماعه كامل. نعم. يا زيد يقول لك مسكين يا زيد، والله ندير لك برومو يا زيد، والله ندير لك برومو. بالك تبان لكم بلي كاين ديرونجمون قدام، مي انا مادابيا، انا مادابيا بور لو ميو سي سا. يا بارفوا الافكار تاعي ما يكفوش، مادابيا مام الافكار تاع الناس، وانا تبقى اللمسه نتاعي برك هذيك. نعم. من عند ربي هكا اكيد. وفي كل مره عندنا برومو شابه بزاف لاحسن ولا افضل اللقطات. تيتوف، حنا نعيطوا لك تيتوف في الجزائريه، وان احكي لي يعني وشنو هي المهنه ديالك للناس اللي ما راهيش مختصه في الاعلام؟ والله مازال ما لقيتش المهنه تاعي، ديناها بالتصفيق ومن بعد ونعيطوا لي الروح على كل حال، ونعيطوا لي سيبوني. نعم. ليسونسيال انا ما نخدمش بوندانونس ليا زيد برك. يا زيد برك عندكم حكايه هذه بوندانونس، ما خدمتلوش بوندانونس. يا زيد على بالك. نو فو دير سي جوست كو ليميسيون تاعنا سي لا سي ليميسيون اللي ما فيهاش اون بوندانونس افون لا ديفيزيون تاع ليميسيون. علاش هادو اتهامات؟ علاش ما فيها؟ لا لا دقيقه دقيقه. بوندانونس وهنا ماشي المحقورات الوحيدات، لكن غير ما جبنا ضيفه كان عندها شحال ما جازتش، هي اللي كانت لعبت في ماد ان، قلت له محمد نطلب حقي تاع عامين وانا في قناه الجزائريه، خدمني برومو. باش نكمل دقيقه، حصة طولك فوت ما فيهاش اون بون دانونس باسكو سي لا سول ايميسيون في الجزائريه وان لي لو تورناج لو ديمونش اي لا ديفيزيون لو ديمونش. صح. وانا نزيد توفيق باش ما تقولش انيسه ما عاوناتكش، برنامج هاشتاغ بالك ما عندوش برومو لانه يومي. يومي فبالك يديروا برومو لما تكون حلقه ناريه لازم لها برومو، فبرنامج يومي. حتى انا كي كنت نجوز في الشهر الفضيل يوميا ما كانش عندي يعني برومو تاع كل حلقه، كان عندي برومو جينيرال. تربي حاجه يعني تربي حاجه، لا برومو تاعهم تدار كل يوم، هما في كل حلقه يديروا برومو تاع الحلقه اللي راهي جايه. اكيد من بعد اكيد نتكلموا على البرنامج اللي راح يجمعكم اكيد. اذا ياسمين في هاشتاغ شفنا انكم تنقلوا اهم اخبار المشاهير، قلنا في الجزائر وحتى خارج الجزائر، ولكن عندكم ضيوف، وشنو هو الضيف اللي راكي شدته في الدهن تاعك اللي جاز عليك في 2018؟ 2018 كانت مليئه بالضيوف، وخاصه احنا بما انه برنامج هاشتاغ ماجازين يسلط الضوء على الفنانين الجزائريين. نعم. كبرنامج وحيد على القناه، وخاصه ولينا احنا مصدر الأخبار في الوطن العربي، يعني هذا فخر للقناة، ماشي لنا شخصيا أنا ومريم. نعم، أكيد ولكن للقناة أنه اسم القناة يطلع في قناة أخرى عربية، حتى أسماءنا يعني والقناة حد ذاتها تكتبت في جرائد عربية على غرار الجرس، يعني بزاف المجلات، يعني الجزائريين احنا كنا نخصصوا بزاف الشباب اللي في كامل الطبوع الجزائريه سواء لو غاب ولا لو غاي، ويعني ويكون الانترفيو ديالهم ديكالي شويه، يعني ماشي كيما نشوفوا الفنان في لي بلاطو هكذا لي تولك شو ولا نيمبورت كان البلاطو يكون معروض فيه لانفيتي هذاك ان ارتيست، حنا وشنو لي كيسيون تاعنا يكونوا شويه ديكالي على يعني كيفاش الناس الفيدباك هذاك في لي ريزو سوسيو، كيفاش هو التعامل ديالو مع الجمهور ديالو في لاسان. نعم. كاين بزاف اسئله يعني ماشي متعود عليها الفنان كيجي دائما البلاطو هاشتاغ ماجازين. نعم. اذا مريم عكراطه نفس السؤال، شكون هو الفنان اللي ربما جاك صعيب تتعاملي معاه ولا شديتيه من الجانب الايجابي؟ لا المشكل انه مش كل الفنانين سواء، كاين من الفنانين اللي هنا نعرفوهم وكاين اللي ما نعرفهمش على الصعيد الشخصي، لكن نمشي بعقليه انك لما تدخل عندي البلاطو انت لا صاحبي ولا صديقي ولا اي شيء. كاين عقليه من الفنانين انه يجي لي البلاطو يهدر لك كلش، غير يخرج يتكاكا مع روحه واش هدرت، يولي يعيط لك ويحرق لك التليفون. انا قلت هاك وقلت هاك وقلت هاك، علاش راني نقول هاك؟ فهادو هما الفنانين اللي هنا عندنا مشكل معاهم، لكن ما كان حتى فنان كان مختلف على الفنان. اذا ما بقاش بزاف لاستقبال 2019 واحد كامل قدامي، حتى ربما نستقبلوا 2019 ونحسبوا حتى ندخلوا في 2019. تفضلوا معايا مريم، ياسمين، سيد احمد، يزيد، موحى برومو، وكذلك تيتو. انا ندير شابو. هادو لا هادو جبت هادو ما يقعدوش كنت عاملين يخسروا لي وتشربيني. اذا اعطونا ديكونت الى بدا ولا ما بداش. اذا ثواني تفصيلنا على 2019 ان شاء الله يدخل علينا بالرباح ولهنا. اذا اعطوني فقط ديكونت ندورو كامل. لا لا ما نمشيش على بالي. اذا 10 9 يزيد 8 7 6 5 4 3 2 1